بعض الشعراء كتبوا في الكنافة قصص وأشعار. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة وسيدات الأفاضل متابعي قناة كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بقدمه لحضراتكم عن حاجة جميلة جدا، الكنافة. الكنافة دي من ضمن الحاجات اللي الناس بتحبها جدا جدا، وخصوصا في رمضان. الكنافة جننت ناس كتير. بعض الشعراء كتبوا في الكنافة قصص وأشعار، فكتب العالم الفقيه جلال الدين السيوطي كتاب عن الكنافة من حوالي 500 عام. الكتاب اسمه منهل اللطائف في الكنافة والقطايف، وكمان من أوائل الشعراء اللي كتبوا عن الكنافة شعر كان الشاعر أبو الحسين ابن الجزار، والكلام ده من 800 عام. كتب شعر عن إن إزاي الكنافة افتكرت إن هو بيحب القطايف عليها فغارت من القطايف. وما لي أرى وجه الكنافة مغضبا، ولولا رضاها لم أرد رمضانها. يعني ليه أنا شايف الكنافة كده غضبانة ومش مبسوطة؟ يعني ده لولا رضاها ما كناش هنحب رمضان. وقال كمان: ترى اتهمتني في القطايف فاغتدت، تصد عني بأن قلبي خانها. يا ترى هي اتهمتني في إني بحب القطايف عليها فبدأت تصد عني لأن هي حاسة إني أنا بحب القطايف عليها. كل الحاجات دي بتثبت قد إيه الكنافة ليها قيمة تاريخية كبيرة وليها عمر كبير جدا من الزمان، 1000 سنة وممكن أكتر من 1000 سنة كمان. الكنافة بناكلها سادة أو بالمكسرات، الكريمة او بالكتير من الاضافات. فياريت الناس لما تيجي تاكل الكنافة تحس كمان بقيمتها التاريخية. اتمنى الفيديو يكون افاد حضراتكم بمعلومة، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله. اترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.